حسناء الهند تخطف لقب ملكة جمال الكون. نيوزيلندية تلقت تطعيم كورونا 10 مرات بيوم واحد. إحالة نائب الجن والعفاريت للمحاكمة. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية، فأهلا بكم. نبدأ أخبارنا من عالم الجمال، حيث توجت الهندية هارناز ساندو ملكة لجمال الكون في حفل أقيم في مدينة إيلات الإسرائيلية. ملكة جمال باراغواي حلت وصيفة أولى، بينما حصدت ملكة جمال جنوب إفريقيا المركز الثالث، فيما شهد الحفل مقاطعة بعض المشاركات بينهن مرشحتي ماليزيا وإندونيسيا. اقتحم الفيلم السعودي الذي حمل عنوان تمزق قائمة الأفلام المرشحة للفوز بمسابقة البحر الأحمر الرسمية، منافساً 15 فيلماً عالمياً ضمن مهرجان البحر الأحمر السينمائي بمشاركة 138 فيلماً من 67 دولة. 26 فيلماً سعودياً تم عرضها في المهرجان، منها 24 في قسمي سينما السعودية الجديدة، حيث ستعرض 7 أفلام طويلة و 17 فيلماً قصيراً من صناعة مبدعي ورواد موجة السينما الجديدة التي تتسم بالجرأة والانطباعية وتجسيد روح العصر. في حادثة ربما هي الأغرب على الإطلاق، تحقق السلطات الصحية في نيوزيلندا بتلقي رجل للتطعيم ضد فيروس كورونا 10 مرات خلال يوم واحد. وسائل إعلام محلية ذكرت أن الرجل يعتقد أنه حصل على مال مقابل تلقيه اللقاحات نيابة عن أشخاص آخرين، فيما ذكرت مديرة برنامج التطعيم في البلاد أن وزارة الصحة تأخذ هذا الأمر على محمل الجدة. إلى مصر، حيث قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة إحالة رجل الأعمال المصري حسن راتب والنائب البرلماني السابق علاء حسنين الشهير بنائب الجن والعفاريت لمحكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلامياً بالآثار الكبرى. في يونيو الماضي تم القبض على راتب بتهمة تمويل تشكيل عصابي يتزعمه حسنين للتنقيب عن الآثار، فيما وجهت النيابة العامة لراتب تهمة تمويل عصابة بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار. في خبر مبشر، طور علماء يابانيون لقاحاً لاستهداف ما تسمى بخلايا زومبي التي تتراكم بمرور الوقت وتضر بالخلايا السليمة. يعتقد أنها مسؤولة عن مجموعة من الأمراض المرتبطة بالعمر مثل أمراض القلب. العلماء لاحظوا انخفاضاً في عدد هذه الخلايا المعروفة سريرياً باسم الخلايا الشائخة في الفئران التي تم إعطاؤها اللقاح، كما لوحظ التأثير في مناطق من الجسم تأثرت بتصلب الشرايين، ما يعطي أملاً في استخدامه مستقبلاً لدى البشرة.